يعد كلب دوغو أرجنتينو من الكلاب القوية ذات المظهر المميز، إذ إنه يتمتع بلون أبيض نظيف، وهو من أنواع الكلاب التي تتميز بمهارتها الكبيرة في الصيد، حيث كان يتم الاعتماد عليها في صيد الخنازير البرية. كما أن كلب دوغو أرجنتينو ليس من أنواع الكلاب التي ينتابها شعور هائل بالخوف، وهو يتمتع بكم هائل من النشاط. يمتلك كلب دوغو أرجنتينو جسداً قوياً، إنه يمتلك رأساً ضخم الحجم وفكاً قوياً، وهو يحمل اللون الأبيض مع احتمالية وجود بقعة ذات لون أسود حول منطقة العين أو فوق الرأس. يتميز الفراء بكونه سميكاً وقصيراً، مما يجعله سهل التنظيف، ويتراوح طول الكلب الذكر من هذا النوع ما بين 61 إلى 69 سنتيمتراً، بينما يتراوح طول الأنثى ما بين 56 إلى 64 سنتيمتراً. عادة ما يكون متوسط وزن الكلب الذكر من 36 إلى 45 كيلوغراماً، بينما يتراوح متوسط وزن الأنثى ما بين 32 إلى 36 كيلوغراماً. الكلاب من أكثر الحيوانات التي يحبها البشر، وذلك لأنها سهلة التدريب ووفية لأصحابها لأبعد الحدود. لكن هناك أنواع من الكلاب التي تعتبر خطيرة جداً ومن الصعب تدريبها وترويضها، فهي تحتاج إلى التعامل معها باحترافية كبيرة حتى لا تكون خطراً على أصحابها. دوغو أرجنتينو من أخطر أنواع الكلاب في العالم، وهو من أقوى كلاب الحراسة في العالم. تم تهجين دوغو أرجنتينو في عام 1928 عن طريق طبيب أرجنتيني بهدف إنتاج سلالة قوية لاستخدامها في الصيد، وهو ناتج من تزاوج كلب القرطبة مع الجريت دان، ويتميز ببنية عضلية قوية وجرأة وعدوانية كبيرة للغرباء والكلاب الأخرى. تم استخدام دوغو أرجنتينو في عمليات البحث من قبل الشرطة، وبالرغم من إمكانية تدريبه، حظرت بعض الدول دخول هذه السلالة إلى حدودها مثل أستراليا والدنمارك. الحيوانات المفترسة هي الحيوانات التي تتخذ مطاردة الحيوانات الأخرى وأسرها وقتلها أسلوباً للحصول على غذائها. إنها حيوانات برية تستخدم حواسها الفطرية والمكتسبة لترشدها إلى فرائسها. كثير من الحيوانات المفترسة لديها أسنان حادة لعض فرائسها وتمزيق لحومها مثل الأسود. الأسد، إنه حيوان أفريقي يمتاز بالقوة والشراسة. يحتاج هذا الأسد إلى كمية كبيرة من اللحوم ليتغذى عليها، ويصل وزنه إلى ما يقارب 15 رطلاً. على الرغم من أن الأسود تتربع على عرش الحيوانات المفترسة من حيث القوة والشراسة، إلا أنها إذا حدث لقاء بينها وبين كلب دوغو أرجنتينو فالنتيجة تكاد تكون مجهولة، فكلاهما من أقوى الحيوانات ويتمتعان بقوى كبيرة. قد يظن البعض بأن الأسد سيكون له الغلبة، ويظن البعض الآخر أن كلب دوغو أرجنتينو سيفوز بالمعركة. وأخيراً، اكتب لنا رأيك بالتعليقات، من سيفوز بالمعركة إذا حدثت مواجهة بين الأسد وكلب دوغو أرجنتينو؟ إلى اللقاء.